معانا صوت وفنانة ونجمة جميلة، وكانت برضو في وقت من الأوقات منورة شاشة دي ام سي من خلال برنامجها الجميلة أنوشكا. أنوشكا كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة جاسمين. أيوة، معاكي جاسمين ومعاكي نهى. أهلا أهلا يا أهلا جميلة. بيكي. أنا بس علشان ما قداميش تلفزيون، فعلشان كده سمعاكم من السماعات، بس علشان كده. انت كنتي منوره شاشه دي ام سي من خلال البرنامج الجميل بتاعك وطلتك وانقتك ورقيك في الحوار. هقول لك حاجه يا جاسمين، انا بالنسبه لي صالون انوشكا كان يعني لازم اشكر الدي ام سي علشان اتاحت لي الفرصه ان انا اطل على المشاهدين من خلال البرنامج، بس من خلال برنامج صالون انوشكا يعني. بس اقر واعترف ودايما هقول الكلام ده، كرسي المذيعه مش كرسي سهل على الاطلاق. لكن انت قدمتيه باكمل وجه، وكان فعلا برنامج جميل جدا يا انوشكا، ويعني كنا بجد بنستناه دايما كل اسبوع، وبنبقى متشوقين نشوف نتفرج عليكي ونستمتع بيكي وبحضورك وبصوتك وبضيوفك. تسلميلي يا جميلة، كل سنة وانتي طيبة وتنورينا مرة بقى يعني هنا في بيت السفير عزيزة، نستمتع بيكي وتحكي لنا عن كواليس حاجات كتير عندنا، اعتقد قصص وروايات وحكايات كتيرة ممكن نشاركها مع الجمهور، وكمان نستفيد من تجربتك الثرية في كافة المجالات يا أنوشكا. والله انا يسعدني، احنا بس في وسط تصوير ان شاء الله تبقى الفرصه. بس جات الفرصه كمان، عارفه يا جاسمين، لما بتفرج عليكم مع الاستاذه سناء منصور. أيوة. انا بكون حقيقي سعيده جدا جدا. انتوا عندكم زي ما تقولي ايه، حاجه كده قيمه مخضرمه جميله، كلنا اتعلمنا منها يعني ايه انها تبقى مذيعه. فانتوا انتوا يعني انتوا مبخوتين ان كنتوا قاعدين. ده صحيح، احنا فعلا مبخوتين حقيقي. احنا قاعدين معاها وعندنا جمهور جميل كده. احنا انا هقول لك حاجه، يعني انتوا بدل ما تاخدوا كواليسي، انا لو منكم كل اسبوع اقررها. لا انت لازم ان شاء الله تنورينا بعد ما تخلصي التصوير بتاعك، وتشرفينا هنا في بيت السفيره عزيزه، وتكوني ضيفه عزيزه عندنا، واحنا بنشكرك جدا جدا يا انوشكا. طبعا انت هتنوري برنامج الدوم في الموسم الجديد. بالزبط. الجميله انوشكا، انت في لجنه التحكيم، فعندك مسؤوليه كبيره، الله يكون في عونك. يا رب اكون قد المسؤوليه يا نوها. ان شاء الله. وعلى فكرة أنا ببقى حاسة بكل يعني المشاركين طبعا، لأنه أنا عارفة القلق وعارفة الخوف والفضة والرهبة اللي هم بيكونوا فيها. وبس دايما بقول لكل متسابق إنه أيا كان خليك نفسك. صح. ما طول ما أنت ما بتخليك. حلوة النصيحة. طبعاً. كل طبعاً. واحد يطلع ويقف من غير، أنا عارفة الرهبة والخضة، إنما فكر في نفسك، ما تفكرش في حد تاني. بص لقوتك أنت، ما تبصش لقوة حد تاني جنبك. كل واحد فيهم مختلف تماماً. أكيد أكيد أكيد. بنشكرك جداً الفنانة أنوشكا.